حد بيقول يا اسطى انا عايز اقدم على منحه اي تي اي بس محتاجين شهاده الجيش. طيب يا اسطى بص، اي تي اي عشان تبقى عارف ان هي في كذا منحه، في منحه شهر ونص دي بتبقى في الصيف، بتبقى للطلبه، بتتاخد في اجازه الترم الصيفي، في اجازه الصيف يعني، وفي منحه تانية بتبقى 3 او 4 شهور دي بتبقى للخريجين، بتبقى في تراكات معينه، وفي منحه تانية بتبقى 9 شهور دي بتبقى للخريجين برضو في تراكات معينه. طيب ايه الفرق ما بين ال3 و4 شهور وال9 شهور؟ ال3 و4 شهور بتبقى تراكات يعني تقدر تخلصها في 3 4 شهور، ال9 شهور بتطول شوية عن التراكات بتاعت ال3 و4 شهور. طيب انت عشان تقدم بتاعت الترم الصيفي فانت طالب، فانت مش محتاج شهادة جيش، اما لو انت هتقدم على ال4 شهور او ال9 شهور فانت عشان المفروض تكون متخرج، فالمفروض تكون خلصت جيش، فلازم شهادة الجيش. في وليد بيقول طيب المنحة دي تنفع لخريجي 2022؟ لو احنا في الوقت اللي احنا فيه ده فينفع عادي، انما انت لازم تبقى متابع الصفحة وتشوف ايه المتطلبات اللي هم عايزينها، عشان لو هم عايزين ناس متخرجة بعد 2022 فانت مش هتعرف تقدم، فكل حاجة وعلى حسب يعني، بس هما تقريبا بيبقوا من 5 سنين قبل السنة اللي انت فيها. زينا بيتكلم على منحة الاي تي اي، بيقول ان هم عندهم اولويات في القبول للاسف يعني، اول ناس ليهم الاولوية هم طلاب حاسبات الحكومي، بعد كده حاسبات الاهلية، بعد كده حاسبات خاص، هم ليهم اولويات في القبول طبعا. بصراحة انا ما اعرفش هم بيرتبوا بناء على ايه، ومفيش حد عارف قوي. طيب ليه؟ لان مثلا حصل معايا السنة دي، انا اتقبلت السنة اللي فاتت في منحة الاي تي اي وانا في هندسة قسم حاسبات حكومة، والسنة دي كنت مقدم وما قابلتش، والجي بي اي بتاعي مش قليل ولا اي حاجة، فمش عارف بصراحة ايه ترتيبهم في الاولويات، بس ممكن تقدم وما تتقبلش عادي برضه، ده اللي حصل معانا السنة دي. لكن السنة اللي فاتت بيتهيألي كان في ناس كتير قوي اتقبلت، ما اترفضش الا عدد قليل يعني. في سيد بيقول انا لو انا 18 سنة ولسه ما دخلتش جامعة مفيش اي منحة. والله يا ابني انت جامد قوي ان انت بتفكر بالطريقة دي. اللي هتقدر تقدم فيها وتبقى جامدة أوي بصراحة بتاعت مبادرة شباب مصر الرقمية، بتبقى مجانية وبتبقى من وزارة الاتصالات، وهتحطك على بداية الطريق على ما تدخل الكلية وكده، وبعد كده عم تخش الـ ITI اللي هي شهر ونص، ده تبقى زي الفل. بص على معلوماتي اللي هي ملهاش أي قيمة على الإطلاق يعني، أنا فعلا أقل حد ممكن ينصحك في حاجة زي كده، بس اللي انا اعرفه ان هو السايبر سيكيورتي بيبقى شغله اقل من باقي الشغلانات اللي في مجال السوفت وير عامه، فممكن برضو تسأل حد وتتأكد يعني اكتر مني خبره. تمام. بص هو الاي تي اي مبدئيا لازم تكون انت في جامعه عشان تخش الشهر او الشهر ونص اللي هي بتبقى في الصيف، ولازم تكون متخرج عشان تخش ال4 شهور او ال9 شهور. طيب لو انت بقى فعلا طالب وقدمت، او لو انت يعني حالتك زي ما انا قلت لك كده وقدمت وما اتقبلتش، فلو انت ما اتقبلتش في الانترفيو فجرب تقدم تاني وخش الانترفيو مجهز نفسك. لو انت بتتكلم على المنحة اللي هي شهر ونص فخلي بالك ان هما انت بتقدم قبلها بفترة، وبعد كده هما بيدخلوك في اول 7 او في اول 8، فهتلاقي الموضوع بيطول معاك شوية، انما انت بيتهيالي يعني مفيش ناس او قليل اوي اللي رفض في الاي تي اي اللي هي بتاعت الطلبة اللي هي بتبقى في الصيف بالذات يعني. بص بقى سيبك من جو الرود ماب والكلام اللي انا عمال اسمعه من ساعة ما بقيت اعمل فيديوهات والجو ده، انت يا عم لو لسه طالب فاحسن حاجة تعملها عشان تتعلم داتا اناليسز ان انت تخش المنحة بتاعت الاي تي اي، منحة شهر او شهر ونص هتاخدك من صفر في داتا اناليسز لمكان فاجر، توكل انت على الله بس.